احتفلت الجالية السودانية في مقاطعة أونتاريو الكندية بعيد الفطر المبارك، فعالية حضرها أبناء الجالية من مختلف المدن. الاحتفال هذا العام يجيء بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا. طبعا التنظيم بتاع العيد ده احنا تنظيم سنوي بتعمل في متساقة، وان شاء الله هيستمر طوالي. العيد هنا يعني طبعا لما العيد بصراحة احنا فاقدين الجو بتاع السودان، الحمد لله ربنا قدرنا وعملنا الاجواء دي هنا اجواء سودانية خالصة. يحاول ابناء الجالية في غربتهم احياء طقوس العيد في بلادهم. هنا عشان نغسر غامة الممسى انه نحاول في كل مكان نعيد تركيبة السودان فيهم، وذلك بالاحتفال بنفس الطريقة قاعدين نحتفل بها كنا في السودان. نحن اليوم هنا في اليوم الأول في عيد الفطر المبارك، جينا أدينا الصلاة بشكل جماعي مع بعض، جات الأسر، كل أسرة جات شايلة ما لذ وطاب، وده كله السبورت بتاع الكوميونتي. يعني إحنا كل اللي عملناه إنه إحنا نسقنا الحاجات الأساسية، لكن هي بيزيكلي يعني سودانيين عندك خط ما عندك شيل، يعني كل زول جا شايل حاجته وطبقه. نحن فعلا بنربط أولادنا بجو إحنا افتقدناه هسي، ومحنتنا السودانية وعيدنا الجميل في السودان أول مرة نشعر إنه أولادنا فعلا حسوا بيعني شنو عيد سوداني. الشهداء والجرحى والمفقودين وطقوس اعتصام القيادة العامة كانت حاضرة في احتفالات الجالية السودانية. مع العيد بنتذكر ندب القيادة، بنتذكر أمهات الشهداء، بنتذكر الناس اضحوا بحياتهم لأجل الدولة المدنية، مواصلين مشروعهم، مواصلين حلمهم. نحن هنا من كندا بنطبع قبلة في جبين كل الأمهات، أمهات الشهداء، بنقول لهم نحن مواصلين المشوار ومدنية قرار الشعب، حنواصل المشوار عشان شهدانا. هكذا احتفل السودانيين في الغربة بعيد الفطر المبارك، احتفال بطعم الشوق والحنين للأهل والأحباب في الوطن. شوقي مهدي، أونتاريو، كندا.